كيفك ندوشتي؟ كيفك رهوفتي؟ هلا استاذتنا، هلا يا عمري، هلا حبيبتي، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. حلقه جديده من مشوارنا الصباحي صح صح. اليوم احنا متمكيجين لحالنا، فاعذروا ما شفتوا منا. دارين حبيبتنا عندها ظرف طارئ ما قدرت تكون موجوده، فوالله انا وعمتك ناديه اليوم بدينا طبعا. شو طراشه؟ انا طرشت طراشه. شوفي منظري، شوفوا انا لا شفتي كان... كونتور الخد والله مكتره. شفتي حلو بس لا صراحه اتس فيري نايس، ومبين على هيك على الكاميرا فيه كسره. اما انا بالنسبه لبياضي اللي ما كاني حاطه كريم العرايس. اليوم انا بس شفتها بغرفه الميك اب، قال لها ناديه غمقي شوي، قال لا هيك حلو. لا هيك بجنن. لا بس طالعه بونبونه لذيذه. لذيذه يلا طبعاً. الحمد لله. طيب اليوم رح نحكي عن الحب، ستي تيوند. شوفوا اليوم موضوعنا كتير حلو، مستوحى من عباره قراتها على انستغرام، بتقول يا ندوشة في أغنية من أغاني السيدة فيروز غنت فيها وقالت يمكن حبك بس عن جد تعبانة. شو يعني معناتها بالعامية؟ شو يعني معناتها؟ إنه يعني أنت كويس ولذيذ وابن ناس وابن ناس، بس أنا مش فايقالك يا عسل. صح، مش ريقالك. مش ريقالك مرات عن جد. هلا احنا ما بنعرف، احنا عم نسألكم هذا السؤال عشان نفكر فيه مع بعض. هل فعلا الواحد ممكن انه يلاقي شخص فيه مواصفات كتير حلوة بس تكون الست هالقد منهكة ومستنزفة وما تقدر تحبه او تعطيه فرصة لانها تعبانة عاطفيا؟ هذا السؤال رح نطرحه اليوم عليكم. انت رح تطرحي اي شيء ولا بس انا ما عندي اي طروحات اليوم مستمعة. شوفي رهوفي، رح يجي يوم على البني ادم ولا اشي رح يكون له قيمة بما معناه، لا الجمال ولا المنصب ولا الجاه ولا الوظيفة ولا أي شيء سيكون له معنى إلا الحب. أحسن الاختيار من أجل هذا اليوم. في يوم أنت رح تكون قاعد فيه بالبيت مرهق ومتعب من كتر الملل. إحنا وإحنا شباب دائماً نلعن التعب، إنه إحنا تعبانين وعم نراكض بالحياة مراكض. أنا بنظري التعب الحقيقي يكمن لما أنت تكون قاعد على الكنباية وما عندك إشي تعمله. وهي المرحلة جاي على كل شخص فينا، لأنه إذا دامت لغيرك ما وصلت لك. في هذه اللحظة اللي بتكون أنت قاعد فيها على الأريكة متمدد فيش عندك إشي تسوي، شو الإشي الوحيد اللي له قيمة؟ شريك الحياة اللي قاعد قبالك عم تحدث أنت وياه. ففكرتي في المرحلة الحياتية اللي بتكون مليئة ويعني عبارة عن إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز، أنت ما بتحس أو ما بتقدر قيمة الحب. ولكن ستأتي عليك لحظة وسيأتي عليك يوما، صدقوني الحب سيكون هو المرهم الوحيد، سيكون الداء لكل، سيكون الدواء لكل داء. فما عمرك تقول أنا تعبان. مزبوط أنت يمكن تكون مرهق ويجيك الشخص المناسب البرفكت بالوقت اللي أنت فيه مستنزف، لا تسكر بابه. أنا دائما بقول بأنه مزبوط الحب مرتبط كتير بالتوقيت. يعني مرات في أشخاص بيكونوا كتير مناح بس التوقيت سيء، ومرات في أشخاص بيكونوا مش مناح بس أنت مستعدة للحب، مشتاقة للحب، فبتفتحي قلبك. بس أنا هذا كله بقوله هي هاي تجارب عاطفية. يعني الواحد كيف بصير يعرف مين هو؟ من خلال هاي الصدمات أو من خلال خيبات الأمل. يعني ما حدا بيقدر يعرف مين هو وشو بيحب وشو اللي بيزعله وإمتى بيغار وإمتى بيكون مبسوط، هو قاعد مسكر على حاله أربع حيطان. كتير صح. فبالتالي أنا بقول إنه في حب بيجي بفرض حاله علينا برغم التعب، برغم الانشغال، برغم الاستنزاف. في أشخاص وخصوصا لما هو يكون مصر، هو فارض حبه عليك فرض زي ما بيقول الله يسلمه من الحمزين. صح. يعني بحس مرات إنه الحب هو المساحة الوحيدة اللي في خضم كل هاي الحياة الصاخبة والحياة المتعبة والحياة المليانة بالتوتر، هو البلسم، هو اللي برطب القلب، هو اللي برجعنا لإنسانيتنا. إحنا مرات نتحول لآلات خصوصا في هالعصر السريع جدا. ف ما عمرك تكون تعبان انك تستقبل الحب، اذا كان خصوصا حب حقيقي وحب جاد وحب فيه موده واحتواء وتقبل لكل ظروفك. جاهزه؟ شو بدك دمرينا بشي قول حاسه؟ في لحظه غضب قالت له خذ ما تشاء وارحل عني، فامسك بيدها وقال لها هيا. هيا على هيا.
امسكي يا سكينه وانت حلتك حاجه تتمسك. يا راجل انت يا طويل ما قالك على الرومانسيه؟ ما قالي على الرومانسيه. فقال لها هيا 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 وين هيا تعالي يعني. قالت له في لحظه يا جاهله الحب ادب ادب يوك قالت له خذ ما تشاء وارحل وارحل عني. كانه البيت باسمها. ما هو القرض اكيد اسم ذهباتي ذهباتي ذهباتي. طيب المهم مسك ايدها واكيد ما هي اللي بدها تدفع. قال لها هيا يلا على صندوق يلا على كفة يلا على كفة الهيا. طب هات هات موسيقى حزينة كمان ما انه اليوم هيك اشي فايولين. ايوه خدي لك هالقول هذا حقيقي مو هيا وارحل وخذ ما تشاء قرض مثلا قرض انضباط. هات يا شوف بتقول له وان سالوك عني قل لهم خيبت ظنها بكل الطرق الى ان كرهتني. صح ناديه تبكي ناديه لحظه بكاء ناديه الزعبي 75 مليون اخذ الكابشن. المعنى الحرفي للتمسحة عرفتوه هاد هو ولا حاجة ولا هي 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 صح 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 صح